السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفه اللي كنديرها كل اسبوع باش كنحافظ على البشره ديالي كتكون تعبات في السيمانه كامله من بعد ما كتعرض للشمس وكتعرض بزاف لي برودوي اللي كنديروا للبشره ديالنا. فهاد الوصفه عفوا فهي كتغذي البشره وكتنعمها وكترجع ليها النضاره ديالها. هاد الوصفه اللي يمكن لكم تستعملوها في لي ويكاند من تكونوا جالسين في الدار ويعني ما غاديش تخرجوا على برا. هاد الوصفه سهله وبمكونات بسيطين، وفي نفس الوقت فهاد الوصفه فهي زوينه بزاف. المقادير اللي كنحتاجو فيها عندنا الموز، انا عندي هاد الموزه شويه هاد البنانه بقات عندي مده طويله فكتشوفوا راهي كحله، ولكن ماشي مشكل اللي يكون كتكون القشره ديالها رطبه فكتكون مزيانه. حنا غنحتاجو الموز يعني هاد البنانه كامله، غنحتاجو الداخل ديالها وغنحتاجو حتى القشره ديالها. كنحتاجو معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وكنحتاجو معلقه ديال العسل، من الاحسن العسل يكون الحره، وكنحتاجو معلقه ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون فيمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون، يمكن لكم تستعملوا معلقه ياغورت، يعني بدل زيت الزيتون يمكن لكم تستعملوا المعلقه ديال ياغورت اللي كيكون طبيعي بدون سكر وبدون نكهه. بالنسبه للناس اللي في الدول العربيه فالياغورت هو الزبادي، ويمكن لكم تستعملوا بدل الا ما استعملتوش الياغورت يمكن لكم تستعملوا حليب جوز الهند. تا حليب جوز الهند فهو جد مفيد، او زيت جوز الهند تا هو مفيد في هذه الوصفه. اذا قلنا زيت الزيتون يمكننا نبدلوه بحليب جوز الهند، ويمكننا نبدلوه بالياغورت الطبيعي او الزبادي. اول حاجه كنديروها كنبداو بها هذه الوصفه فيها جوج المراحل. فاحنا كناخذوا هاد القشره ديال الموز ديالنا وكنفركوا بها الوجه ديالنا بشكل جيد، كنفركوا بها الوجه ديالنا لمده 5 دقائق. من بعد كنخليو هاد القشره اللي فركنا بها الوجه ديالنا، فكنخليو الوجه ديالنا لمده 30 دقيقه عاد غادي نطبقوا عليه هاد الوصفه اللي غادي نقدم لكم. بعد ما فركت الوجه ديالي بالقشور ديال الموز وخليته لمده 30 دقيقه، الان غسلت الوجه ديالي وغنحضر الماسك اللي غادي نديرو الثاني. فكناخذ هذا الموز وكنهرسوه مزيان. بعد ما كما كتلاحظوا فانا هرست هذا الموز حتى ولا على هذا الشكل، فغادي نضيف له جوج معالقات صغار ديال الزيت البلديه وزيت الزيتون اللي قلت لكم يمكن لكم تعوضوها بياغورت طبيعي او حليب جوز الهند. غنوضع جوج المعالق ديال العسل وغادي نضيف ليهم معلقه كبيره من بودره الكاكاو. غادي نخلط هاد المكونات مزيان ديال الموز مع البودره ديال الكاكاو. هانتوما كيما كتلاحظوا معايا فهاد الخليط كيعطيكم كميه كبيره، ديروها للوجه والرقبه كميه كافيه ليكم. كلكم ديروها مع خواتاتكم ولا مع صحاباتكم ولا مع شي وحده معكم في الدار، تقسموا الماسك صافي. دابا غادي نطبق هذا الماسك على الوجه كامل، كنطبقوا على الوجه كامل وكنخليوه لمده 30 دقيقه. كنغسلو وجهنا بطبيعه الحال من الماسك الاول كما قلت لكم، انا غسلت وجهي دابا حتى انا غادي نطبق هذا الماسك. فرا اي وصفه كنديرها لكم كنكون كنطبقها لراسي، غالبا كنكون كنطبقها لراسي في ديك اللحظه. دابا غادي ندير هذا الماسك على الوجه، غنخليه لمده 30 دقيقه. يمكن لكم ديروا الشغل ديالكم، ديروا اي حاجه وتخليوا الماسك ديالكم لمده 30 دقيقه. نغسلو الوجه ديالنا بالماء دافي وغادي تلاحظوا الفرق. فعلا وصفه رائعه ووصفه اللي مفيدة جدا للبشرة، تستعملوها كل أسبوع فهي مفيدة جدا للبشرة. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة، يعجبكم هاد الفيديو. كإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تبارطاجوها باش تعمل فائدة للجميع، وما تنساوش ديروا جيم لهاد الفيديو إلا عجبكم وتشتركوا في القناة باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديالي. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. للاطلاع على وصفات أخرى يمكن لكم زيارة الموقع chefmariam.com، أيضا موقع شيواتي.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة إن شاء الله.